هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة، يتجدد بحضراتكم لقاء أشواط ثنايا أبناء القبائل في صباح هذا اليوم ميدان المرموم، واستمرارية أشواط هذا الصباح. تاسع الأشواط تعلن فيه الانطلاقة عن الأبكار الثنايا المحليات الأصايل في الشوط التاسع الذي يحمل هذه التحديات وهذه الأثار الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان. انطلق الشوط وانطلقت كذلك الأمال مع المشاركين في تحقيق هذه التحديات وهذه الأثار. نسير مع المركز الأول، نتقدم مع الانطلاق والثمانية كيلومترات من تحدد هذا المسار وهذا الانطلاق. نسير مع المركز الأول، هذه مياسة، مياسة تقود المشاركات، خميس بن عتيج بن يمعة الرميثي على المركز الأول وهي تقود مسار هذا الشوط، بينما مذيار تأتي في المركز الثاني ويأتي أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات وتأتي في ثالث المراكز لتنتقل هاملولة، هاملول وحمد بن محمد بالضبيع الاكتبي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تواجدت فيه هاملولة، هاملول محمد بن عبيد بن حلوس العامري على المركز الرابع، واشوف المركز الخامس الضبي، الضبي عبد الله بن سليمان بن ناصر الرشيدي تاتي في هذه اللحظات في خامس المراكز، بينما المركز السادس سادس المراكز الشاهينية محمد بن علي بن محمد بن مبارك المنصوري يقدم الشاهينية، بينما المركز السابع شوف الوصول والتحرك من الشاهينية علي بن خليفة بن علي الرميثي على المركز السابع وثامن المراكز، تواجد في هذه اللحظة من الحذرة سالم بن محمد بن ناصر إلى خن المري الذي تنطلق في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع تاسع المراكز أرجوان، هناك تأتينا أرجوان في هذه اللحظات، وأحمد بن مبارك بن محمد بن دحروي العامري في تاسع المراكز. أما المركز العاشر هناك اللي تدخلت في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع هناك تتواجد في هذه اللحظات وتندفع لنكمل ندانا مع العشرة المراكز، هذه نسايم، هذه نسايم ظافر بن مسعود الإحبابي في هذا الانطلاق في عاشر المراكز. يا سلام، هذه العشرة المراكز الأولى، هذه العشرة المراكز الأولى، هذا ندانا الأول للعشرة المراكز الأولى في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق في هذه التحديات الجميلة والرائعة على أرضية ميدان المرموم مع سن الكبار ومع رقص الكبار سن الثنايا. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المراكز الأولى، نعود إلى المراكز الأولى، نعود بعد العشرة المراكز، هناك السيطرة مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك التأخير على المركز الأول من قبل مذيار، مذيار أحمد بن سالم بن دري الفلاحي غيرت إلى مقدمة الشوط وقادت مساري هذا الشوط، بينما مياسة تنافسها، مياسة بهذا الانطلاق خميس بن عتيد بن يمعة الرميثي على المركز الثاني في هذا الاندفاع، التنافس ما بين الثنتين من البداية ومن بداية مساري هذا الشوط، هملولة كذلك في قمة التنافس، يأتي سالم بن محمد بالضبيعة الكتبي الذي يقدم هملولة على المركز الثالث، بينما المركز الرابع رابع المراكز تتقدم فيه هملولة محمد بن عبيد بالحلوس العامري في هذا الاندفاع على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تتقدم الضبي عبد الله بن سليمان بن ناصر الرشيدي الذي يقدم الضبي ويأتي بالضبي في هذه الانطلاقات على المركز الرابع الخامس في هذه التحديات، بينما المركز السادس وصل شعار رئيس الهجانة في هذا الانطلاق هملولة محمد
هناك وصلت الشاهينية لعلي بن خليفة الرميثي على المركز السادس والمركز السابع. تحرك من الشاهينية محمد بن علي بن محمد بن مبارك المنصوري بلقريني المنصوري القادم على المركز السابع، بينما المركز الثامن تواجدت فيها ربشة ووصلت ربشة وحمودة بن محمد بن حمودة الكتبي الذي وصلت في ثامن المراكز، بينما المركز التاسع هذه نسايم والشاعر ظافر بن مسعود الأحبابي الذي تندفع في المركز التاسع، والمركز العاشر هذه الشرود محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي. هكذا العشر المراكز للمرة الثانية، هكذا ندانا للعشر المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام في الشوط التاسع في أشواط الثنايا في صباح هذا اليوم. وهذا ميدان المرموم الذي يحتضن رقص الكبار ويحتضن هذه الأسماء الكبيرة ويحتضن هذه الشعارات العملاقة والجميلة الذي تندفع حاملة كذلك لواء الناموس في هذا الانطلاق. نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى الانطلاق الأول في هذه التحديات وفي هذه الانطلاقات. هناك نعود مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى الانطلاق الأول، هناك نسير مع المركز الأول مع الانطلاق الأول في هذه التحديات. هملولة محمد بن عبيد بالحلوس العامري غيرت إلى مقدمة الشوط، غيرت إلى الانطلاق الأول من أحد أعضاء القطاع الجنوبي في المصانع الجنوبية بالحلوس في مصانع الأصالة والناموس، يتقدم المشاركين ويدفع بهملولة محمد بن عبيد بالحلوس العامري من أحد الشباب الذين يقدمون كل هو جميل في عالم الأصالة، بينما تأتي في المركز الثاني الشاهينية خليفة بن علي بن خليفة الرميثي قائد الهجانة كذلك الذي قدم هذه أو رئيس الهجانة. هناك في هذا المسار بينما تأتي في المركز الثاني أقادير ولا مياسة، يا سلام يا أبو حمد يقول أقادير اللي انطلقت خميس بن عتيد بن يمعة الرميثي على المركز الثالث في هذه الانطلاقات، بينما المركز الرابع هنا تواجدت فيه مذيار في المركز الرابع أحمد بن سالم بن دري الفلاحي تقدمت إلى المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس وصلت المركز الخامس الشاهينية محمد بن علي بن محمد بن مبارك بلقريني المنصوري وصل في هذه اللحظات على المركز الخامس. أما المركز السادس يلا يا الرشيدي دير بالك عبد الله بن سليمان بن ناصر الرشيدي مقدم لنا الظبي في هذه الانطلاقات. شوف الوصول من لمحة حمدان بن محمد بن مبارك العفاري وصلت كذلك لتنطلق مع هذا التنافس ومع هذه الأثارة. الحذرة قادمة سالم بن محمد بن ناصر الأخن هناك في هذه التحديات. يا سلام نعود إلى المراكز الأولى، بدت الأمور وبدت لائحة العبور واثنين كيلو مترات ستة كيلو مترات انتهت واثنين كيلو متر تبقى من الوصول إلى خط النهاية في مسار هذا الشوط وتحدياته. غيرت الشاهينية علي بن خليفة خليفة بن علي بن خليفة الرميثي الذي يقدم الشاهينية على المركز الأول وهي تتربع على عرش المقدمة، تسير بمسار هذا الشوط تقود الأبكار المحليات في تاسع أشواطنا في صباح هذا اليوم. المركز الثاني هملولة، يأتي محمد بن عبيد بالحلوس العامري الذي قدم هملولة على ثاني المراكز، والمركز الثالث تتقدم في مذيار وأحمد بن سالم بن دري الفلاحي الذي يقدم مذيار، بينما القدوم من الحذرة سالم بن محمد بن ناصر بالأخن المري الذي يقدم هذه الانطلاقات، ووصلت لمحة حمدان بن محمد بن مبارك العفاري الذي يقدم لمحة. هناك القدوم واسم جديد تتدخل في هذه اللحظات. يا سلام في هذه اللحظات.
هناك تدخلت في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء. نعم السائحه علي بن عبيد بن مروشد السبوسي تدخلت في هذه اللحظات وصلت الى المراكز الاولى. روح يا من تبت روح، روح هناك الامتار الاخيره، جوله الاوامر والانطلاقات الجميله والرائعه. يا سلام يا سلام يا سلام، الكيل الاخير الاخير والخطير هناك مع مساري هذا الشوط. هملوله غيرت، محمد بن عبيد بالحلوس غيرت إلى مقدمة الشوط، غيرت إلى المركز الأول، أرقصت على المقدمة، قادت مساري هذا الشوط وتحدياته. هملولة هملولة، محمد بن عبيد بالحلوس العامري على المركز الأول في الفورم من الأمس يا بالحلوس، ما شاء الله في هذه الانطلاقات وهذه التحديات، في هذه الانطلاقات. يا سلام السلامات هناك، السلامة أهالي الجنوب وأهالي القطاع الجنوبي. ولوكون شوف الوصول، شوف الوصول من المركز الثاني. الله الله الله، وصلت أرجوان أرجوان أرجوان، أحمد بن مبارك بن دحروي العامري، العامري غير، غيرت الجوان، غيرت الجوان إلى أحلى موقع في المكان، إلى أحلى موقع في الميدان. انطلقت إلى المركز الأول، تهانينا أحمد بن مبارك بن دحروي العامري. الله يا بن دحروي، شعار يعرف هذا المكان، شعار يعرف الناموس ويعرف الفوز، وهذا الطريق إلى الفوز والناموس. أرجوان ما شاء الله، أحمد بن مبارك بن محمد بن دحروي العامري، العامري العامري على المركز الأول مع أرجوان الذي اخترقت حاجز الصوت، تسللت في الأمتار الأخيرة، انفردت بالمركز الأول. سلام مرقم، سلام سلام يا أهالي مرقم في هذا الصباح. أرجوان أحمد بن محمد، أحمد بن مبارك بن محمد بن دحروي العامري الذي قدم أرجوان المركز الثاني، وصلت فيها هملولة. محمد بن عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري المركز الثالث مع خليفة بن علي بن خليفة الرميثي، والمركز الرابع أحمد بن سالم بن دري الفلاحي، والمركز الخامس هذه الحذرة لسالم بن محمد بن ناصر الأخن. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى في حالة وصولها إلى خط النهاية. نعود إلى أرجوان مع أبو عدنان في هذه الانطلاقات الجميلة. التوقيت الزمني 12 دقيقة و58 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا على فوز أرجوان بهذا الفوز، وتحياتنا يا بن دحروي على هذا الفوز والناموس. بينما المركز الثاني بنشوف هناك 12 دقيقة وثانيتين وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن عبيد بالحلوس العامري. بينما المركز الثالث، ثالث المراكز، بنشوف الوصول في المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. الشاهينية خليفة بن علي بن خليفة الرميثي، التوقيت الزمني 13 دقيقة 4 ثواني و6 أجزاء من الثانية. هكذا كان هذا الشوط ومساره وتحدياته، شوط آخر.